ابغى اسلم نفسي. والد مريض انت؟ ليه تبغى تروح للمشرق بنفسك؟ لا يعني لا سمح الله شيء ولا شيء يمكن يخففون عني، يمكن يتفهموني. لا 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 ما يخففون ولا شيء يا حبيبي، لا غلط. اصلا المفروض انك انت تطول المده قد ما تقدر، تهرب عشان تطول المده، يمكن يموتون الشهود الزور دول اللي جايبهم خالك. يا عمي دقيقه ايش اللي يموت؟ بتخلينا نهرب 80 سنه لين تصير عمرنا 80؟ يفرج الله. دقيقه، انت قاعد تقول الحين يخففون علي؟ انت قتلت ولا لا؟ شك فيني؟ شك فيه؟ ما شك فيك، الحين قاعد اسالك انا. اخوك ذا شك فيه؟ طب خلني اتكلم مع اخوي. لا هذا اخوك هذا. خلني اتكلم. خل موضوع الاخوان على جنب الحين، لنفترض انا ماني اخوك، ابغى اسالك بس عشان اتاكد، انت قتلت ولا ما قتلت؟ كيف تشك في اخوك اصلا؟ اسمع، خل موضوع الاخوان على جنب، تمام؟ انت لو انت اخوي وقابلتني في الشارع، هذا وجه احد يكتب. يا عمي اسمعني الان، ما خلني من وجهك الان، انا قاعد اسالك، جاوبني بسرعه، بسرعة اجابه تجي في مخك، قتلت ولا لا؟ لا. شفت بريء. شاهد رمضان معانا.